هادو عندهم واحد الباترون كيقول لك اسيدي عنده يعني ظهره رباك، انت خدام سيكيورتي يقول لك راح سلقي الربع، انت يقول لك روح جمع منايا روح دير هادي طفي الضوا، يعني كيقول لك شي صوالة لا علاقة بخدمتك، وفي التالي ما كتخلصش. ونمشي لتما على رجليا 3 شهور وانا يا هكا بلا خلاص. في التالي الشهر قلعوا لي فيه 60,000، والشهر التالي تاع شهر 12 قال ما خلصونيش كاع، ما فوتوه ليش كاع. السلام عليكم، سميتي أناس، مدينة وجدة، كنت خدام في واحد المنتزه رياضي. ايوا سيدي انايا خدمت معاهم، بديت معاهم في شهر 10 نتاع 2023، خدمت معاهم 3 شهور، شهر 10 وشهر 11 وشهر 12، ما خلصت شهر 10 حتى 2024 شهر 1، عاد خلصت شهر 10 نتاع 2023. هذاك الشهر شهر 10 في 2020 في 2024 شهر 1 خلصتهم راجل، في شهر 11 في 2024 قلعوا لي به 60,600 درهم، وشهر 12 ما فوتوا لي والو، لحقاش انا في راس العام ريت تخدمت معاهم ديك 3 شهور، خدمت 3 شهور ما خلصت حتى درهم، حتى جا العام الجديد عاد بداو يفيرساو لي الشهر الاول مراقل، الشهر الزاوج كما قلت لكم قلعوا لي 60,000، الشهر الثالث ما فيرساوليش، كي مشيت تما راه نادي معروف وجده كامله وكاين في المغرب كامل وفي العالم كامل، راه معروف، راه اللي غادي يسمعني راه يعرفني على من غادي على من راني نهضر. كي مشيت تما عند المدير باش نقول له علاش ما فيرساوليش وكذا، قال لي ما تسالنا والو، نتايا دبر راسك، اللي بغي ديرو ديرو، يعني اللي في عودك جراه. وش بغيت نقول لك، انا تظلمت مع هادوك 3 شهور وانا خدام، ودروك راني بيطالي، بغينا نخدمه ما لقيناش الخدمه، بغينا شحال من حاجه حقرونا تما، قال لك اسيدي على البوانتاج، واش كاين شي شركه عالميه كاي بوانتي سيكيوريتي نتاع الباب، هو اللي كاي بوانتي، ماشي حتى سيكيوريتي، الميناج بوانتي سيكيوريتي بوانتي الجارديني بوانتي، وبوانتاج كي داير في ورقه، عاطينك ورقه السميه كاتبينها مقلوبه. وفي التالي كي مشيت قال لي هذاك المدير باش من ما بغاوش يعطيوني شهر 12 ديالي، شهر 12 وفوقاش، شهر 12 نتاع 2023 حتى شهر 3 2024، قال لي اللي بغيت ديرو ديرو كاع ما تقصرش. هذا الشيء اللي كاين، وانا مع الناس 3 شهور، خدمت معاهم 3 شهور، تخلصت الشهر الاول مراقل، شهر 10 لحقاش ما خدمتوش كامل، صفطوه لي مراقل، عندي الوراقين تاع الفيرسمو وكذا، شهر الزواج نتاع شهر 11، هادشي بصرا راهم خلصوني في 2024، راني نهضر لك انا على انا قاش انا خدمت 3 شهور في 2023. واه شهر 11 قلعوا لي به 600 درهم، فيرساو ما عرفتش، خدمتو كامل ما عرفتش، انا براسي ما عرفتش، انا كنت غيت تما، انا بقيت نقول صافي معليش، كنت نخدم سيكيريتي، كانوا دايرين معايا 250,000 في الشهر، كان بدا 12 ساعة، كنخدم من 7 نتاع الصباح ل 12 نتاع 7 نتاع العشية، كنوض الصباح كنوض مع الفجر، شهر 10 كنوض مع الفجر، كنمشي ملعونية الكولوج على رجليا، خصني نوض مع الفجر وبحرا نتوضا ونصلي صلاتي ونريقل، كيقولوا نريقل ما كلتي أنايا، ونمشي لتما على رجليا 3 شهور وأنايا هكا بلا خلاص. في التالي الشهر قلعوا لي فيه 60,000، والشهر التالي تاع شهر 12 قال ما خلصونيش كاع، ما فوتوهليش كاع. مش النهار اللي مشيت نطالب بالحق ديالي، دار فيا داك المدير نقول السميه ديالو، طالب قلب عليا، قال لي اللي في عودك، قال لي ما تقصرش، وهنايا في وجده، ولد وجده، واه ولد وجده، وراه معروف، وهو اللي مخربق هذيك السيتي كيقولوا له هذيك البيع، هو اللي كاع، المهم معليش هانيه، هو اللي كاع مول المشاكل كاملين، الميناج مسكينه بقات، المهم انا نهضر على راسي، انايا الدولي دروك شحال راهم داير لي 310,000، 3,100 درهم راهم داينها لي، واه بقاش انا خدمت 3 شهور، خدمت ما خلصونيش هذه فيها، خلصوني في الشهر الاول، وشهر الزواج انا قلت لك قلعوا لي به 60,000، والشهر الثالث ما فيرساو لي والو. ما عندي مع من نتواصل، انا النهار الاول ما عطاونا والو، ما عطاونا جابونا تما روح وتخدمونا بنادم، حنايا ما عندنا كش وجدك ولات بنادم راه نعم، ما ديركش
سيرونس ولا ما داير لي لا سيرونس لا كونطرا لا حتى شي حاجه. تجي تخدم من 7 ل 7 ويزيدوا عادي يسمعوا لك 3 شهور ما خلص وعاد ويقولوا لك شي حاجه كاع ما كايناش ديرها. انت خدام سيكيورتي يقول لك روح سقي الربع، انت يقول لك روح جمع منايا روح دير هادي طفي الضوا، يعني كيقول لك شي صوره لا علاقه بخدمتك، وفي التالي ما كتخلصش. وكان غير يعني هذا الشيء يعني وتخلص هانيه معليش يعني بنادم راه ما عنده فين يمشي، حنا بغينا غير فين تنحشاو. ها حنا راني درك بايطالي ما عندي واش نمشي ندير، يلا اخويا تحس براسك يلا بزاف. واش انايا 3 شهور وانا خدام وكنخلص كنوض مع 7 نتاع الصباح كنوض مع الفجر كنريق الغدايا وكنمشي من 7 ل 7 12 ساعه كنخرج في الظلام وكنولي في الظلام، وفي التالي ما تخلص. وثلاث شهور نورمالمو كي يكمل الشهر نخلص. انا قعدت ثلاث شهور ما خلص، ومين نهار اللي كومونساو يفيرسيو لي انا كنت ريت فيرساو لي الشهر الاول شهر زاج قلعوا لي به 600 درهم، الشهر الثالث ما فيرساو ليش كاع. انا عندي الكونت في سي اش بنك، الحاجه الوحيده اللي داروها معايا نهار اللي دخلت عطيتهم الفوتوكوبي نتاع لا كارت ناسيونال والريب نتاع البنكه اللي هما عندهم الاداره في كازا من تما. واه عندي الوراقين تاع الفيرسمون عندي كلشي. نعم تواصلت مع واحد السيد كان جا مكازا وكان عطاني النمره تاع الواتساب كي مشيت تما وقال لي كل الخير وكذا تشبتني وموراها صافي كي بقيت نصوني له وكذا ما بقاش يجاوبني ولا بلوكا النمره ولا ما فقعوش الشخص. يعني عم بحرك دبر راسك ورا هذا المشكل ماشي عندي غير انا يا راه كلشي يعني ماشي سيكيوريتي سيكيوريتي الماناج الكوتش الكوميرسيال هما تشوالو. مهم مرونة كوري حاشاكم وحاشا السامعين كوري ودايرين هذيك. مهم شا غادي نقول لك كلشي راه باين وهذا الشيء اللي كاين والله ياخذ الحق. المطالب ديالي بغيتش انا غير حقي، بغيتش رزقي وصافي والله يعاونها. 3100 درهم ديالي يفيرسيوها لي وصافي انا اصلا واخا دعيو لي ولغاو لي ما نخدمش معاهم. ما باش غادي تشكي انت عندك لا كيقولوا لا كونطرا لا يعني واش غادي تمشي عندهم واش راه باينه واش غادي يقولوا لك. راه احنا في المغرب راك عارف اخويا العزيز واش راك فاهمني. عندي واه باش فيرساو لي عندي كلشي. الجو ديال الخدمه كيفاش كيبان لك الجو تاع الخدمه بحالاش كلشي مرول كلشي شيد واحد المدير يجي فوق ما بغا تخرويض في مع الكليان بحال هكا نمشي صوالح بعاد عليا انايا ما كنفهم لهمش. المهم التخرويض كاين تخرويض مع الكليان الفلوس بيناتهم شي فهمتني غير بيناتهم دوك صحاب الاداره وكذا شي ياكو. المهم يديو بيناتهم غير بيناتهم يديو لكم السرقه كاينه تما انت امشي انت الناس انت انت كيقولوا له راه حنا راه مشفرين ابر امشي انت الناس. واصلا لاقين مشاكل تاع مع الكليان ماشي تاع معنا حنا الخدامه تاع مع الكليان. ديجا كان صرا لهم واحد المشكل كانوا لغاو لواحد واحد كانوا لغاو تاعهم الصحافه وما داروا ما داروا داو مع الملاحق لا باطل. هادو عندهم واحد الباترون كيقول لك اسيدي عنده يعني ظهروا رباك ورحنا حنا في دولة الحق والقانون. الا كان شي حق راه غادي يبان ولا ما كانش ولا ما كانش الا ما ديناش حقنا هنا غادي نديوه له. انا ما غاديش نسمع لهم لا في الدنيا لا اخره تندي حقي هذا الشيء اللي كاين. وما عندكش دير المحامي لا ما عندي واش انا راني بيطالي دابا ما خدام ما والو من نهار ريت فين نمشي فين غير واش اصلا كتشد 4 دور وتخدم 12 ساعه ندخل. قلت لك اخويا كنخرج في الظلام وندخل ونخرج ما فكرت تمشي لعندهم كاروز على السير واش لا فاش غادي نمشي نقول لهم انا عندي لا كونطرا لا والو بزمان نمشي نخلص لا ما عمري ما باش غادي نمشي عندهم واش انا درك راني جالس مع بيطالي من نهار ريت عندهم وانا تخاف يقول لك شي غلط في الحبس واه تمشي تغير تمشي كيدي كي غادي يدير لك غادي لحقاش ديجا كانوا داروها مع واحد السيد انا كنت تما حاضر عليها ناضي يهضر على حقه وكذا وجا بقى يزكي وكذا جابوا له البوليس داوه واه جابوا لحقاش يعني فهمتني بحال ديك اللقطه نتاع انقلاب السحر على الساحر قلبوا عليه وصدق هذاك السيد جاي يهضر على حقه صدق ولا هو اللي فيه لعب وهو اللي جا وداوه البوليس. علاش انايا شتا هذاك المنظر خفت نمشي ندير شي حاجه ولا نزقي ولا نغوت ولا كملت في قلبي وسكت صافي. هذا الشيء اللي كانوا دروك الا كان شي حاجه الا بغاو يعطونا رزقنا يعطيونا
ما بغاوش يعطيونا رزقنا، راه كاين هذيك الدار، هذا الشيء اللي كاين، وحسبي الله ونعم الوكيل.